عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا للقتال في سبيل الله الذي وعد الله عليه بالأجر العظيم، وضع ضابطا واضحا: من كانت نيته بالقتال إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله، حتى ولو قصد مع ذلك الغنيمة أو قصد الشجاعة، إظهار الشجاعة، أو أي مقصد مباح لا بأس. أما إذا لم يقصد إلا هذه الأمور، يقصد الغنيمة ولم يقصد إعلاء كلمة الله، أو قصد إظهار الشجاعة ولم يقصد إعلاء كلمة الله، أو قصد الحمية لقومه ولم يقصد إعلاء كلمة الله، فهذا ليس في سبيل الله. فلا يكون في سبيل الله إلا من قصد إعلاء كلمة الله، ولو قصد معها قصدا آخر لا يضر إذا كان من المباح. نعم.